رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورا دلوقتي في الاستوديو استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في جريده الدستور. مساء الخير عليكم منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي. مساء النور عليك يا استاذ شيما ومبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. الله يخليك. طبعا عندنا حاجات كتير قوي نتكلم عليها النهارده واكيد طبعا بتخص النادي الاهلي. نتكلم اكيد عن لقاء القمه ال 117 يوم 30 مارس الجاري، لكن في البدايه خليني اسالك عن مارتين لاسارتي. شايف برايك ايه هي المكاسب الفنيه اللي جت للفريق لفريق النادي الاهلي بعد ما تولى مارتين لاسارتي قياده النادي الاهلي؟ لو اتكلمنا عن المكاسب الفنيه لمستر مارتين لاسارتي، انا بشوف بشكل شخصي واتكلمت عن ده قبل كده كتير، فكره المرونه وانه ازاي قدر يكسر حاله الجمود الخططي اللي كان عليها النادي الاهلي، ومش النادي الاهلي بس، يعني كان انا قلت في فتره قريبه جدا انه كسر حاله الجمود الخططي للدوري المصري، وده نتائجه مش هتظهر دلوقتي لا على الاهلي ولا على الكره المصريه، يعني بشكل بعد فتره سنه او اتنين انا متوقع وشايف ان فكره ان مارتن لاسارتي واللي بيعمله مع النادي الاهلي دلوقتي هياخدنا لفكره تحول خططي احنا كنا محتاجينه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا النهارده من يعني حوالي 6 سنين او 7 سنين متتاليه كل الانديه المصريه بتتبع طريقه لعب واحده 4-2-3-1، النهارده مستر مارتن لاسارتي قدر يلعب باكتر من طريقه لعب، يعني حاول النادي الاهلي في فترات 4-3-3 4-1-4-1، كسر حاله الجمهور وفكره الاعتماد على 2 ارتكاز، فده ما كانش موجود، ويمكن كانت دي ازمه حقيقيه عند حوالي 8 مدربين مروا على الاهلي في السنوات الاخيره، وكانت ازمه رئيسيه جدا عند كابتن حسام البدري اللي انا كنت من اكتر الناس المؤيدين ليه ولفكره، لكن كان فكره جمود واصراره على نفس الشكل الخططي واصراره على نفس العناصر، ده اللي كسره مستر مارتن لاسارتي في فتره وجيزه جدا، انه يقدر يلعب باكثر، مش بس ان هو عنده اشكال عدديه مختلفه، لا ده في الشكل العددي الواحد داخل الملعب بيقدر يتحول، يعني ممكن يبدا على الورق ب 4-2-3-1 فتشوفها 4-1-4-1 في 4-3-4-3، ليه؟ لان هنا مفيش تقييد للاعبين بادوار صحيح. معينه، فكره تبادل الادوار، حاله اللامركزيه، شفت مارتن لاسارتي اضاف كتير جدا في المنطقه دي بالتحديد. كمان اضاف ان هو قدر يرجع اللاعبين كان الجمهور وكان الوسط بشكل عام فاقد الامل فيهم تماما، يعني كان يمكن ابرزهم كريم نيدفيد. اكيد طبعا كريم نيدفيد، فكره تطوير عمرو السوليه بشكل كبير جدا والاضافه الكبيره اللي اداها لعمرو السوليه، اللي النهارده اصبحنا ما بقناش نشوفه مجرد لاعب ارتكاز هدفه الرئيسي والاساسي انه يستقطع الكره من الخصم، لا اصبح معني بفكره تطوير الهجوم في الثلث الاخير، اصبح معني ايضا بدخول مناطق الخصم والتسجيل. صحيح. فشفنا تطور عند عمرو السوليه، شفنا كريم نيدفيد شكل جديد شكل مختلف كريم تماما. كريم نيدفيد اللي يمكن الجمهور كان بيهاجم مشاركته، مجرد مشاركته ايام حسام البدري، دلوقتي الجمهور حزين جدا ان هو مش هيكون موجود في القمه 117 قصاد نادي الزمالك. صحيح. ما دي شوف بقى، شوف سبحان الله ان انت فكره ان انت ازاي تشتغل على نفسك طول الوقت وازاي تتحمل الضغوط النفسيه، يمكن كريم نيدفيد انفجر في مرحله من المراحل من فكره الضغط النفسي لما طلع وقال دي انتقادات سوشيال ودي عيال صغيره وانا مش معتني بيها، لكن مع الوقت جيل المدرب المناسب او الراجل اللي عنده الطريقه اللي تقدر يعالج اللاعب نفسيا فقدر يعمل ده. صحيح. طيب دلوقتي نطلع سريعا لفاصل ونرجع نكمل معاك كلامنا عن النادي الاهلي، عن المباراه القادمه وعن مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وكمان في الدوري المحلي. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا سريعا ولسه مكملين كلامنا معاكم، وطبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن النادي الاهلي وعن اللعيبه اللي في النادي الاهلي اللي شكلهم اتغير تماما بعد ما تولى مارتين لاسارتي الاداره او المهام الفنيه لفريق النادي الاهلي. طبعا واحنا بنضيف على فكره الاضافات اللي اضافها مستر مارتين لاسارتي لبعض اللاعبين، كمان يحسب لي او من المكاسب اللي هو عملها فكره تدوير المشاركات، يعني ادى كم كبير جدا من اللاعبين في عدد وجيز من المباريات، وقدر في نفس الوقت يحافظ على تحقيق المكاسب، يعني هي معضله كبيره جدا تواجهك ان انت تدخل عدد كبير جدا وفي نفس الوقت تحقق مكاسب وتنافس على جميع البطولات، فده يعني مشكله كبيره، مش اي مدرب ينجح يعمل يقوم بالعمليه دي، لكن مستر مارتن لاسارتي قدر
جرب عدد كبير جدا، قدر يدي الفرصه لعدد كبير جدا، ورغم ده فضل يعني بيلاحق ويطارد الزمالك بعد ما كان الفرق 6 نقاط بقى 4، وعنده مباراتين قمه لسه يقدر يقرب منهم اكتر. في بطوله افريقيا قدر رغم العثرات اللي مر بيها، لكن قدر في النهايه انه يصعد في بالترتيب متصدر المجموعه بتاعته. فخلينا نشوف ان هو اضاف كتير جدا للاعبين. طيب لو هنتكلم عن هدافين الدوري المصري الممتاز، هنشوف ان لعيبه النادي الاهلي بعاد عن الهدافين او المنافسه على لقب هداف الدوري المصري الممتاز، لكن برضو هنشوف ان في 18 لاعب في النادي الاهلي بيحرزوا اهداف. هو مستر مارتن لاسارتي لعب 10 مباريات فقط مع الاهلي صحيح في بطوله الدوري العام، يعني انا ما اقدرش احاسبه على فكره انه وجود هداف من عدمه ده بشكل مبدئي، لكن خلينا نقول يعني ايه 18 لاعب يسجل في هذا الكم الوغيز من المباريات. ده بيؤشر على ايه؟ ده ليه مؤشرين. المؤشر الاول ان انت فريق جماعي بالدرجه الاولى صحيح. ما بتعتمدش على الفرد، ان انت عندك عدد كبير جدا بيقدر يسجل وبتلعب باكتر من طريقه. ده المؤشر الثاني اللي هتكلم عليه، اللي هو تنوع طرق صناعه الفرص وطرق الوصول لمرمى الخصوم. انت النهارده ما اصبحتش معتمد على لعبه واحده بس، هنعمل كروس لخالد قمر جوه ال 18 فهيخلص، هنلعب بطريقه معينه فهنوصل لاعب معين لجون فبيفنش. التنوع الخططي بمعنى ان انت النهارده اصبحت بتخترق من العمق من خلال لاعبين زي عمرو السوليه وكريم نيدفيد ما كانوش في الحسبان بالمره فكره ان هم يكونوا من الهدافين، زائد اللعب على الاطراف ايضا الاهلي قوي ما زال قوي على الاطراف. يمكن غياب ازارو خلى مفيش مهاجم ثابت في الاهلي، مروان بيلعب شويه، اغاي بيلعب شويه، فكره الاصابات ما خلتش في الاهلي في راس حربه ثابت. لكن لما نيجي نبص مثلا على مانشستر سيتي، ده الفريق الاكثر جماعيه في العالم. يعني في قائمه الهدافين الموسم الماضي، مش هتكلم عن الموسم ده، الموسم الماضي في قائمه الهدافين 4 لاعبين من اصل 10 بس مفيش منهم هداف، والفرق ما بين الهداف الاول واول هداف السيتي فرق كبير، مش قليل، يعني اكتر من حوالي 10 اهداف. لكن ده بيؤشر على ايه؟ ان السيتي بيستطيع انه يلعب باكثر، بيصل للمرمى باكثر من شكل، وانه فريق جماعي اكتر. فدي الحاله اللي بيعيشها الاهلي في التوقيت ده. وحاليا ايضا في الدوري الانجليزي 3 هدافين من مانشستر سيتي لروي ساني، رحيم ستيرلينج، اجويرو، الثلاثه في 10 الاوائل. ايضا ده بيؤشر على فكره الجماعيه في الاداء. اكيد. طيب لو النهارده هنتكلم عن تصريحات كابتن سامي قمصان، اتكلم وقال ان مارتين لاسارتي حط خطه عشان يحد من حجم الاصابات اللي كانت بتحصل للنادي الاهلي او لفريقنا في الفتره اللي فاتت، شايف ان هو ازاي عمل كده؟ هو مهم ان يكون شغال بشكل علمي او بشكل استراتيجي، عنده بلان معين بيمشي عليه، لكن انا بشوف الجانب الاهم هو فكرة التعامل النفسي مع اللاعبين. صحيح. يعني ده هو حريص جدا عليه مع كل لاعب في الفريق، يعني بنشوف دايما كل يوم عندنا خبر ان مارتين لاسارتي كان في جلسة خاصة مع لاعب ما جوه الفريق بيتكلم معاه عن شوية أخطاء حصلت في المباراة اللي فاتت، بيحفزه بطريقة ما عشان المباراة القادمة. صحيح صحيح. هو فكرة دايما الإصابات بتيجي من حاجتين، يعني هي إما أزمة نفسية أو ضغط مباريات أو ملعب سيء. فانا بشوف ان هو في الفتره الاخيره عمل حاجتين، التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين ده من جهه، ومن جهه تانية فكره التدوير. موضوع عمليه التدوير من اصعب، تاني بقوله وبكررها، من اصعب العمليات اللي ممكن تميز مدرب عن مدرب. يمكن جوارديولا بيتميز عن جميع مدربي العالم، والوحيد اللي بينافس لحد اللحظه ديت على 4 بطولات وعنده ازمه في الجدول انه هيلعب كل 48 ساعه لانه بيعمل عمليه تدوير مناسبه جدا، رغم ان في اماكن في الملعب ملهاش بدائل. يعني فرناندينيو في وسط الملعب ملوش بديل، والنهارده هو بيلعب بيه مصاب طول الموسم. عنده دي بروين اهم صانع العاب في العالم مصاب طول الموسم، والنهارده بيحول لاعب جناح بالاساس اللي هو برناندو سيلفا الى العمق ويقوم بنفس الادوار، والنهارده يبرز برناندو سيلفا كافضل كواحد من افضل صناع لعب في العالم. فهنا المدرب اللي بيجيد عمليه التدوير، والمدرب اللي بيقدر يجهز العناصر ويتطور ادوارهم، ما بيبقاش دوره نمطي ودوره معروف. ده اللي قلناه على مستر مارتن لاسارتي، ان هو قدر يعمل ده مثلا مع السوليه اللي كان بيدافع بس، عمله مع كريم نيدفيد اللي حوله لهداف. صحيح. لو بصينا على المباريات اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا وصعود النادي الاهلي كمتصدر لمجموعته الرابعه في دوري ابطال افريقيا، هنلاقي ان مجلس اداره النادي الاهلي ما حطش مكافئات خاصه للعيبه في حاله ان هم صعدوا. صحيح. المكافئات اللي تم الاعلان عنها هي المكافئات اللي موجوده اصلا في اللائحه، حوالي 40,000 جنيه عن المجموعه او عن الصعود عن المجموعه كلها. شايف قد ايه اللعيبه عندها وعي وعندها مسؤوليه وتحمل مسؤوليه بالصعود للدور التالي؟ في الحقيقه هو مش من المفترض ان مجلس اداره النادي الاهلي يحدد مكافئات لعبور دور المجموعات
اللي هو في دور ال 16 كمان مش دور ال 80، المكانه الطبيعيه بتاعه النادي الاهلي اللي احنا اعتدناها واعتادها لعيبه الاهلي انك تبقى يعني دايما الاهلي بيحسم دور المجموعات من الجوله الرابعه والجوله الخامسه، ما بيصلش بالاساس للمحطه الاخيره. طول عمر الاهلي بيحسم ده مبكرا، ده امتى؟ ده لما كانت المجموعات في دور الثمانيه ومؤهله لقبل النهائي، يعني كانت المجموعات اكثر قوه وتعقيدا. النهارده لما الموضوع اتسهل شويه واصبح فيه فرق في المتناول، فمن الطبيعي جدا ان احنا نشوف الاهلي بيحسم بدري. وانا بقول يعني لولا فكره التغيير اللي حصل في وسط الموسم وان في مدرب فشل او تعرض لعثره وجه مدرب جديد، كان الاهلي هيقدر يحسم من الجوله الرابعه او من الجوله الخامسه، كان يحسم بدري جدا جدا. فده الطبيعي، مجلس اداره الاهلي بيعمل الطبيعي ان هو النادي الاهلي مكانته الطبيعيه انه في المحطات النهائيه دايما وفي مكان التتويج بالبطولات. المفروض ان النادي الاهلي هيواجه احد فرق هوريكو ناكري الغيني او شباب قسنطينه الجزائري او سان داونز الجنوب افريقي، وده طبعا هيتم تحديده بعد القرعه اللي ان شاء الله هتقام الساعه 7 مساء النهارده في احد فنادق القاهره. شايف ايه افضل فريق النادي الاهلي ممكن يقابله؟ يعني خلينا نتفق معاكي بشكل مبدئي، الادوار الاقصائيه في اي بطوله قاريه اللي هي بتعتمد على المواجهه المباشره ما بين فريقين ما بتعترفش بفريق كبير او فريق له افضليه. ممكن نقول على الورق الاهلي ليه افضليه، والنهارده الاهلي هو داخل الدور ده او القرعه دي وهو بيمثل دور الملك، ومن المفترض ان الثلاث انديه الاخرى هي اللي دلوقتي في موقف مندوب ارسنال الانجليزي اللي كان بيجي يحضر القرعه دائما وهو قلق ان هو يقابل برشلونه او بايرن ميونخ، لان دي بتعتمد بالاساس على ظروف المباراه، معطياتها ايه وظروفها ايه. ممكن تبقى انت الافضل لكن تتعرض لحاله طرد مبكرا، اصابه لاعب مهم مبكرا، ظروف تحكيميه، ارضيه ملعب، فبالاساس مفيش اي مواجهه مضمونه. لكن لما اتكلم في التفاصيل واقول مين الافضل للاهلي في الثلاث انديه، انا بشوف ان سان داونز اصعب فريق ممكن تواجهه. سان داونز قدم دوري مجموعات قوي جدا جدا جدا، كان ند قوي للوداد المغربي الفريق اللي بيصل للمحطات النهائيه في البطوله في السنوات الاخيره، اقوى هجوم واقوى دفاع في المجموعه، حقق نفس عدد النقاط اللي حققها الوداد، يعني فرق فقط في فكره انه فاز في جنوب افريقيا 1 وخسر في المغرب 2-0 فصعد الوداد. فبشوف ان فريق جنوب افريقيا فريق سان داونز هيبقى من اصعب الفرق لو جف في طريق الاهلي، ما اتمناش ان هو يبقى موجود في طريق الاهلي. بشوف حوريه هو اسهل فرق ممكن يقابلها الاهلي. حوريه فريق متواضع شويه، الخط الخلفي في حاله ممكن نقول سذاجه عند بعض المدافعين، يعني اشوف ان الاهلي هيمطر شباك حوريه بعدد كبير زي ما حصل مع سيمبا وهيكون مهمته سهله الى حد ما. شباب قسنطينه الجزائري احنا شفناه مع الاسماعيلي في دوري المجموعات. صحيح. شباب قسنطينه هو فريق يعني افضل تكتيكيا من شبيبه الثوره اللي كان مع الاهلي في المجموعه. لكن هو بيعتمد على فكرتين فقط، فكره لعب الكرات الطوليه ما بين قلبين الدفاع من خلال اسماعيل بالقاسمي اللي هو المهاجم اللي بيجي من تحت دايما وبيستغل فكره المساحه ديت، والفكره الثانيه اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا هي تجميع الكوره ولعب الكوره القطريه عند الظهير الايمن اللي هو حسين عياده، ده محطة إرسال كرات عرضية غير عادية، كل ثلاث دقايق بتلاقي كرة عرضية من ناحيته. يمكن كان غريب جدا بالنسبة لي إنه أرسل 7 كرات عرضية في آخر ربع ساعة في مباراة الإسماعيلي وأيضا سجلوا من نفس الكرة العرضية، يعني قعد طول الوقت كرات عرضية. أنا مش مستوعب إزاي مدير الفني الإسماعيلي مش قادر يوقف دي، وبرضه استقبل الإسماعيلي في آخر لحظة من كرة عرضية لحسين عيادة. حسين عيادة أيضا في مباراة العودة كرتين عرضيتين وسجل منها. فشباب قسطنطينية بيعتمد على الفكرتين دول، لكن إجمالا الأهلي يفرق كتير جدا من حيث الجوانب الخططية التكتيكية، المهارات الفردية للاعبين، مستوى حتى على مستوى القرارات داخل الملعب. فبشوف الأهلي نسبيا هو عدى الدور ده. خلال المواسم اللي فاتت هنلاقي ان اغلب اللعيبه اللي خرجوا من النادي الاهلي طلعوا اعارات ورجعوا مره تانية النادي الاهلي، ما قدروش ان هم يثبتوا نفسهم يعني بطريقه اللي كانت المفروض او كانت منتظره منهم من قبل الجهاز الفني او حتى من قبل الجماهير. لكن شفنا الموضوع مختلف تماما مع ايمن اشرف. تفتكر ايمن اشرف كسر القاعده دي؟
ايمن اشرف ليه خسر القاعده ديت؟ هو خسر القاعده، بس ليه ايمن خسر القاعده؟ لان احنا دايما بيبقى فيه استعجال على اللاعب، بيلعب 6 شهور او موسم ومع بعض يعني لما يبتدي يظهر ويلمع، فنستعجل قوي انه يرجع مع انه هو لسه ما تطورش بالشكل اللازم اللي يسمح له انه يكون في فرقه بتتعرض لضغوط كبيره جدا، بتنافس على اكتر من بطوله، فبالتالي هو محتاج اكتر من موسم، وده اللي حصل مع ايمن اشرف. ايمن اشرف لعب اكتر من موسم مع سموحه، لا ده كان كمان كابتن فريق وهو اصغر كابتن في الدوري المصري، يعني كان ايمن تقريبا 21 سنه وهو قائد لفريق سموحه، مش فريق بيصارع على الهبوط ولا فريق في وسط الجدول، لا ده كان فريق بينافس على المركز الثالث دايما، بيلعب بطوله قاريه، بيلعب في دوري ابطال افريقيا. فقدر ايمن يكتسب كم خبرات تؤهله لما يجي الاهلي يبقى جاهز، وده اللي اتمنى ان مجلس الاداره الاهلي يحطه قدام عينه وهو بيقيم احمد ياسر، ريان، احمد حمدي، اللاعبين اللي تم عرضهم في الفتره الاخيره وتالقوا، واحمد حمدي في الجونه. محتاجين يتصبر عليهم شويه، يعني مش الصيف ده يرجع، يعني صحيح. يعني دول محتاجين يلعبوا اكتر، يمكن عمار حمدي في الاغلب هيرجع بعد 6 شهور، ده الكلام اللي بنسمعه في الفتره. انت حسب احتياجاتك الفنيه، لو انت عندك ازمه في المنطقه دي فانت ممكن تلجا لده، لكن الافضل ان اللاعب في السن ده بالتحديد انه يلعب كتير، يمكن دي صحيح. الازمه اللي وقع فيها رمضان صبحي لمرحله من 20 سنه 23 سنه صحيح. هي مرحله التطور عشان توصل ل 24 و25 تكون ناضج تماما وتدي قمه عطائك، فاعتقد ان اداره الاهلي مطالبه بانها تسيب لاعبيها شويه يتطوروا اكثر عشان خاطر لما يرجعوا يبقوا يقدروا يقدموا اللي قدمه ايمن اشرف. طيب خليني اسالك عن اداء ناصر ماهر، شفته ازاي مع النادي الاهلي؟ ناصر ماهر يعني في اجماع كامل من بدري قوي مش من النهارده بس انه لاعب يمتلك مهارات استثنائيه. هو لاعب مهارته عاليه جدا، حضوره قوي في المواقف الفرديه، من اللاعبين النادرين اللي عندهم الحلول دايما. ويعني انا بيعجبني في ناصر ماهر قوي فكره انه بيلعب على المرمى دايما، دايما من اللاعبين اللي بوشهم للمرمى الخصم دايما، بيستلم الكوره بيحب يروح قوي على الجون، على جون الخصم. فدي الجراه مش عند لاعبين كتير. فناصر ماهر محظوظ ايضا بوجود مارتن لاسارتي اللي هو اضاف له حاجات كتيره جدا، وهيبقى محظوظ باستمراره الموسم كمان او موسمين. انا بنصحه ان هو يكمل مع مستر مارتن لاسارتي لاطول فتره، لانه محتاج انه يضاف ليه بعض الجوانب التكتيكيه، فكره الالتزام بادوار معينه، فكره التحول من مكان لمكان. يمكن ده ظهر في ماتش سيمبا 5-0 في القاهره، يعني كان بادئ جناح ايسر شويه تشوفه وبعدين تخش تشوفه في العمق بيكمل، كان بيقوم باكتر من دور وادوار متعدده صحيح. فاضاف ليه كتير جدا مستر مارتن لاسارتي. كنت بتتكلم عن رمضان صبحي دلوقتي وتقول ان هو يعني كان المفروض ان هو يلعب في الوقت اللي كان بيحترف فيه في الدوري الانجليزي، كان محتاج المزيد من اللعب وده كان احسن بالنسبه له. لو سالتك دلوقتي شايف رمضان صبحي فين كمان سنتين؟ شايف رمضان صبحي بعد سنتين افضل لاعب في مصر في النادي الاهلي. انا بنصح رمضان صبحي انه يغلق فكره الاحتراف تماما، ما يحطش دماغه خالص احتراف. بس ازاي لاعب يكون قدامه ان هو يلعب في البريمير ليج افضل دوري واكبر دوري في العالم وما يروحش؟ يعني ما تبحثش عنها، خليها تدور عليك هي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ما تبقاش ذهنك مشغول دايما بفكره انا جاي لي او انا عايز. هو انت جاي العروض اللي جايه لك دي جايه عشان انت وصلت لقمه ادائك، ولا عشان خاطر في وكيل طول الوقت بيلعب في دماغك في عرض يا رمضان هنا وبيحاول سواك هنا؟ يمكن محمد هاني ما تالقش مع الاهلي الا لما اغلق الملف ده تماما. محمد صحيح. هاني ابتعد عن شغل السمسره واللي بيلعبه في دماغه طول الوقت، قفل الفكره دي تماما. خصوصا كمان ان رمضان صبحي لسه سنه صغير، يعني لسه عنده الفرصه كبيره جدا قدام. هو انا بشوف ان هو لو ما شغلش باله هتجيله، يعني اللاعب دايما حتى هو الملعب اللي ما بيركزش في المرمى وان انا اسجل هدف، هي الكره اللي بتجيله. ما تشغلش بالك انت بالفكره دي دايما، ركز في الملعب في شغلك، تطور، هتلاقي الدنيا كلها حواليك. لسه سنك صغير صحيح. لسه قدامك فرص كتير بس ما تبقاش ما تشتتش ذهنك. كمان يمكن رمضان صبحي لو فضل يلعب اساسي مع النادي الاهلي اكيد هينضم في الفترات القادمه للمنتخب الوطني الاول، واكيد ان شاء الله ممكن نشوفه في 2022 مع المنتخب الوطني الاول باذن الله، نتاهل لكاس العالم. مؤكد مصبحي وساعتها دي هتكون البوابه الاكبر ليه ان هو يروح للنادي اللي هو يبقى عايزه. انا اتمنى ان هو وقت ما يروح ما يكونش رايح عشان خاطر في وكيل بيدفعه للمنطقه دي، لان رمضان لما راح ستوك سيتي كان واضح جدا جدا ان المدير اللي نقله النقله دي مش دارس الموضوع. يعني لما تروح في مكان بيلعب في مركزك ارنانتوفيتش وشاكيري افضل 2 لعيبه في الفرقه في نفس المركز، فانت هنا مش هتلعب. المدير ده لو مش واعي ان انت في سنك ده لازم تلعب حتى لو في مستوى ادنى ومستوى اقل، يعني تلعب في فرقه اقل
بس لازم تلعب، يلعب كتير زي ما محمد صلاح لعب في فيورنتينا وما عادش في دكه تشيلسي. كان لازم رمضان يلعب في التوقيت ده. فواضح جدا ان هنا الراجل سعى لمصلحته هو، فكره ان انا هاخد العموله بتاعتي وخلاص. فرمضان مش عايزه يشغل باله تماما فكره ان انت تبقى قائد للنادي الاهلي، والنهارده انت اللاعب الاهم في تشكيله الاهلي. رمضان عنده مميزات نادره مش بيمتلكها حد في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. يعني رمضان نوعيه خاصه جدا. يمكن الجمهور بينتقد رمضان في تضييع الفرص، ويمكن دخل في مشاكل في بعض الاوقات انتقده بشكل كبير، لكن رمضان بيعمل شغل مفيش حد تاني بيقدر يعمله حقيقي. يعني ده بس مثلا يعني بشكل سريع، عاد بالايجاب جدا على علي معلول. علي معلول بعد رمضان صبحي وقبل رمضان صبحي حاجه تانية. هو طول عمره علي معلول لاعب قوي، بس صحيح. بعد رمضان صبحي بقى علي افضل سائر. ليه؟ صحيح. لان فكره محطه الامداد اللي عند رمضان صبحي ما كانتش موجوده قبل كده. يعني جوردي ألبا في برشلونه لاعب افضل باك ليفت في العالم، افضل ظهير ايسر في العالم، بس ليه؟ عشان ليونيل ميسي محطه الامداد اللي دايما عارفه امتى هتطلع وهلعب لك وانا مش شايفك. ده اللي بيعمله رمضان صبحي، فكره اللاعب اللي بيقف على الكوره كتير قوي قوي. لو قعدت ممكن رمضان يمسك الكوره في رجله نص ساعه محدش عارف ياخدها منه. صح، دي حاجه، دي ميزه كبيره ان انت تدي فرقتك الاستحواذ. تقدر تهدي رتم الملعب، تقدر تسرع رتم الملعب. ده قليل قوي، مش لازم يبقى هداف. يعني ارثر مير برده في برشلونه لاعب برده من النوعيه دي اللي بيمسك الكوره كتير جدا. لو دورت على ارقامه في صناعه الاهداف، هدفين طوال موسم كامل، لعب 75% من المباريات وصنع هدفين فقط ولم يسجل. بس هل ده يقلل منه؟ لا، ده في ثوره حب ليه غير عاديه، لان هو بيمنح ميزات مش متشافه، المدربين شايفينها. فانا بقول لرمضان انت بتعمل ده وهيظهر اكتر قدام، وبامكانك تطور فكره ان انت تهدف وتكون اكثر فعاليه، وكونك تبقى رقم واحد في النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، ده في حد ذاته اكبر من انت تبقى موجود في انديه تقعد على دكه في ملاعب اوروبيه. لعيبه كتير جدا قعدت في اوروبا صحيح وما وصلتش اللي ممكن توصل له وانت في النادي الاهلي. وفقا بقى لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، نتكلم عن مؤمن زكريا. مؤمن زكريا جاله اكتر من عرض من الدوري الفنلندي، وطبعا دلوقتي بيتم مناقشه العروض دي، والافضل للاعب زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ الاهم هو مصلحه اللاعب، الافضل ليه ان هو يعار فيعار، وطبعا ده وفقا للعروض اللي هتيجي للاعب من الدوري الفنلندي. بس خلينا نرجع ورا شويه، هل شايف ان قرار مؤمن زكريا ان هو يرحل للاعاره في بدايه الموسم الحالي كان قرار صحيح؟ لا، كان قرار خاطئ بالمره. فكره انشغال مؤمن زكريا اساسا وتشتيت ذهنه بان انا امشي من الاهلي ولا اجدد اروح ولا اجي ما كانش حاسم. يعني اللعيبه في سن بعد ال 30 انت امام خيارين، اما استقرار او تروح لمرحله التخبط اللي بيروح لها بعض اللاعبين، ويروح من هنا لهنا بيجمع فلوس شويه فبيلاقي نفسه وقع. كان مطالب مؤمن انه يستفيد من دروس الماضي، كان لابد من البدايه انه يبقى واضح قوي، وان فكره تجديده للاهلي تبقى مبكره شويه علشان تدخل في الحسابات، بدل ما انت يا مؤمن دخلت في سكه هقعد دكه شويه هخرج من القايمه شويه. كان مفترض ان انت تبقى متواجد بشكل مستمر في القايمه، متواجد بشكل مستمر في الملعب. فهو اخطا جدا في فكره تاجيل فكره تجديده للاهلي، كان من بدري قوي لازم يجدد للاهلي، وبالتالي ما ترتب عليها كانت طبعا نتيجه سلبيه على مؤمن بشكل كبير جدا. طيب، وشايف الافضل ليه دلوقتي؟ هل يفضل في النادي الاهلي ويكمل معاهم التدريبات لغايه ما ينتهي الموسم، لان هو مش محق ان هو يشارك مع النادي الاهلي في الموسم الحالي؟ هو يلعب في دوري فنلندي، افضل يلعب 3 شهور او 4 شهور اللي هي المتاحه حاليا، وعلى اساس ان هو يبتدي الموسم مع الاهلي الموسم الجاي خاصه وهو جاهز. لان مؤمن كمان هيبقى اضافه. انا بشوف قائمه الاهلي محتاجه مؤمن، أكيد طبعا لاعب كبير جدا، صبحي وجيرالدو وليس سليمان، خامسهم مؤمن زكريا، لان مفيش في القائمه من هم افضل منهم في المركز ده. صحيح، لاعب كبير ومؤثر جدا في صفوف النادي الاهلي، اضافه كبيره لاي مكان. استاذ سعيد علي، رئيس القسم الرياضي في جريده الدستور، نورتنا النهارده في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي، بشكرك جدا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.